السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering. معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور الخامس الاندكتر، وسوف نرى في هذا الجزء الرابع لهذا المحور الخامس الاندكتر مثال تطبيقي لاستخراج قيمة الكرنت الفولت الباور والإنرجي داخل الاندكتر. إذا عندي كرنت سورس، مصدر تيار كهربائي، قيمة التيار هذه صفر بالنسبة للزمن أقل من صفر، وقيمة التيار الكهربائي لهذا الكرنت سورس عندما يكون الزمن أكبر من صفر، هذه هي قيمة التيار الكهربائي. هذه الكرنت سورس هي كونكت لإندكتر، قيمة الإندكتنس L تساوي 100 ملي أمبير. إذا المطلوب لهذه الدارة الكهربائية استخراج قيمة الفولت الباور والإنرجي. إذا بالنسبة لقيمة الجهد في الإندكتر نطبق قانون الاشتقاق التيار الكهربائي. عندي إذا التيار الكهربائي في زمنين، واضح جدا بالنسبة للزمن أقل من صفر الجهد سوف يكون صفر، وبالنسبة للزمن أكبر من صفر نأخذ هذه القيمة نقوم باشتقاقها مع الزمن، ثم نقوم بضربها في قيمة الآل وهي 100 ملي أنري يعني 0.1 أنري لتكون الجهد في الاندكتر على هذا الشكل. إذا عندي الآن قيمة التيار الكهربائي، عندي قيمة الجهد في الاندكتر، كيف أخرج الباور؟ الباور ليس إلا هو قيمة الجهد في قيمة التيار. طبقنا هنا الباسيف ساين كونفنشن، يعني أن التيار الكهربائي يدخل من القطب الموجب للجهد فتكون هذا قانون الباور. إذا ماذا أفعل؟ أضرب قيمة الجهد في قيمة التيار الكهربائي لأتحصل على قيمة الباور بالوات. أما الإنرجي فمباشرة هي نصف قيمة الآل ضارب قيمة التيار الكهربائي، لكن يكون قيمة التيار الكهربائي تربيع، وبالتالي تحصلت الآن على عندي قيمة التيار، عندي الجهد، عندي الباور، وعندي الإنرجي. الآن ماذا سوف أفعل؟ سوف أقوم برسم كل من التيار من الجهد الباور والإنرجي مع تغير الزمن. لماذا؟ حتى لا يكون العمل في هذا المثال فقط هو نظري، إنما نريد فهم ماذا يحصل داخل الإندكتر. إذا ألاحظ عندما قمت برسم التيار الكهربائي بالملي أمبير مع تغير الزمن، ألاحظ في الزمن صفر ثانية 0.2 ثانية، ألاحظ أن التيار الكهربائي يصل إلى الماكسيموم ثم يغير الساين، وكذلك نلاحظ أنه بالنسبة للإنرجي هذا مهم جدا، أن الإنرجي كلما هنا ارتفع التيار
الإنرجي ترتفع، ثم بانخفاض التيار من خلال هذه النقطة الماكسيموم الإنرجي كذلك تنخفض في الإندكتر. إذا عندي هنا ارتفاع في الإنرجي من 0 إلى 0.2 ثانية، هذا معناه أن نحن الآن في مرحلة stored energy، يعني هنا الإنرجي تخزن في هذه الفترة، وبالتالي تكون الباور positive. عندما نصل إلى الماكسيموم ماذا يحصل؟ الإنرجي تنخفض، وبالتالي تسمى بقية هذا الزمن نقول أن الإنرجي extracted، يعني يقع استخراج هذه الإنرجي من magnetic field للإندكتر لتذهب إلى بقية السيركت. وفي هذا الزمن عندما تكون عندي extracted energy الباور تكون نيجاتيف. إذا كخلاصة نقول أن الإنرجي تصل إلى الماكسيموم متى؟ عندما يكون التيار ماكسيموم. وفي هذه الحالة نقول الإنرجي stored أي في الإندكتر، تخزن هنا في الماجنتيك فيلد. ثم بعدها هذه الإنرجي التي خزنت هنا سوف تخرج extract للسيركت، وفي هذه الحالة تكون الباور negative.